شكرا لكم صاحب الجلالة. أيها الصديق العزيز، صاحب الجلالة، صحاب السمو، السيدات والسادة، رؤساء الدول والحكومات، الوزراء، السفراء، السيدات والسادة، بادئ بدء أشكر صاحب الجلالة صديقي عاهل المملكة الأردنية الذي شرفنا باستضافة هذه القمة. إن المملكة إنما تبقى بذلك وفية لتقاليدها وتبقى طرفا أساسيا في الحوار الإقليمي الضروري أكثر من أي وقت مضى. شكرا لكم صاحب الجلالة على الثبات و روحي الحوار والالتزام التي تتميزون بها. أود كذلك أن أشكر رئيس وزراء جمهورية العراق السيد محمد الشياع السوداني الذي نظمنا معه هذا المؤتمر، والذي قال لنا بوضوح للتو ما يريده لبلده. وإنما نبقى أوفياء للوعد الذي قدمناه السنة الماضية في بغداد، أن نجتمع مرة أخرى لنجدد التزامنا لمصلحة العراق وأمنه واستقراره واحترام سيادته ورخاء شعبه. هذه المهمة هي قبل كل شيء مهمة السلطات العراقية، ولكن ليس وحدها. جيران العراق، أو إن العراق اليوم هو مسرحا لتأثيرات وانتهاكات وزعزعة استقرار تؤثر على المنطقة، وبالتالي أهمية أن نعقد هذا المؤتمر بهذه التشكيلة، وأن تجتمع حول الطاولة في هذه القاعة كل الدول والأمم التي يمكنها أن تساهم في تعزيز سيادة العراق وبالتالي أمن واستقرار المنطقة بأكملها. هذه المنطقة هي في قلب تاريخ البشرية، وكثير من حلول وتوترات الجيوسياسية في السنوات الماضية، الشهور الماضية بيّنت، والشهور المقبلة ستبين كم أن هذه المنطقة هي في قلب التحديات الكبرى. ويكفي أن ننظر إلى ما يحصل. هل أتجرأ على ذكر ذلك؟ ولكن انتهينا لتونا من كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في دولة العربية في قطر، وأهنئ قطر على تنظيمها. منذ بضعة أسابيع انتهى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية كان في مصر، وأهنئ صديقي الرئيس السيسي الذي تمكن من جمع العالم ومن حل بعض المشاكل، خاصة تلك المتعلقة بالأضرار والخسائر، وهذه كانت مسألة أساسية. والمؤتمر المقبل للأطراف لمكافحة التغيرات المناخية سينعقد في الإمارات العربية المتحدة، وهذا يبين كم أن هذه المنطقة تصبح مركز ثقل دبلوماسي إضافة إلى مؤتمر اليوم. ولكن هذه المنطقة بالرغم من كل ذلك لا تزال تعاني من جمود وانقسامات، ونحن نرى ذلك أيضا في التدخلات والمشاكل الأمنية. ولا شك في أن العراق نظرا لما حصل في العقود الماضية هو من أول الضحايا في عملية زعزعة الاستقرار. هذه ذكرت كل هذه الأحداث الدبلوماسية الدولية، إن كانت رياضية أو مناخية أو دبلوماسية بحتة، لأبين أن هذه المنطقة لها أو تمتلك كل ما تحتاجه لكي تذهب أبعد في المشاركة في الأجندة العالمية. ولكن يتعين علينا أن نتجاوز ونتخطى انقسامات الآنية التي نراها. لماذا فرنسا؟ أعتقد أن هو من الناحية الجغرافية فرنسا لا تنتمي لهذه المنطقة، وهذا أمر واقع، ولن أحاول أن أدافع عن النظرية المعاكسة. ولكن بحكم تاريخنا وعملنا الدبلوماسي والعمل الذي قمنا به في السنوات الماضية، أود أن أؤكد لكم على حرص فرنسا على استقرار وأمن هذه المنطقة، والعمل بكل صدق وأمانة مع كل واحد منكم لكي لا تكون هناك أصوات تملي دروسا من الخارج ولا تفرض أمورا، ولكن عمل حقا صادق من أجل استقرار العالم. لأني مقتنع اقتناعا عميقا بأن أمننا هو يتعلق له علاقة بأمنكم، واستقرار له علاقة باستقراركم، وأن منطقتكم لها تأثير على حوض المتوسط وما يتجاوز ذلك من منطقة جغرافية. وبالتالي أنا إلى جانبكم اليوم لأحاول أن ألزم المجتمع الدولي أكثر من أجل الإمكانات والموارد التي سوف نتبناها اليوم في هذا المؤتمر. صاحب الجلالة الملك ورئيس وزراء
وزراء العراق ذكر أمورا كثيرة يجب أن تشكل إطارا لنقاشنا. هناك أولا الموضوع الأمن في هذا في السياق الحالي. نرى أن الأمن قد تدهور في السنة الأخيرة لأن الحرب عادت إلى أراضي أوروبا مع اجتياح روسيا لأوكرانيا، وهذا أدى إلى انقسامات جيوسياسية وإلى توترات كثيرة، وكان له انعكاسات مباشرة على هيكلية تحالفات عديدة على الساحة الدولية، وكذلك أثار مباشرة وغير مباشرة على الطاقة والغذاء، وبالتالي قدرة دول المنطقة ودول أخرى على تحسين مستوى معيشة شعوبها. أعتقد أن ما يحصل منذ 24 فبراير الماضي، أي عدوان الروسي على أوكرانيا ونتائج ذلك، تعطي أهمية متزايدة للأجندة الأمنية والاستقرار التي تبنيناها في مؤتمر بغداد العام الماضي. فلا بد إذا أردنا ضمان سيادة العراق، لا بد من أن نحل مشاكل الأمنية للعراق ولجيرانه، ودولة رئيس الوزراء قال ذلك بكل وضوح، وأن نتمكن أيضا من تبادل الآراء ووجهات النظر، وأن تكون عندنا أجندة سنعود إليها لاحقا اليوم حول الاستحقاقات العالمية الكبرى، وكذلك المنطقة السورية لبنان، وأحيانا نفس الأطراف معنية وضالعة ونفس التأثيرات متداخلة. وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك أجندة للتعاون عن طريق تبادل صريح وصادق بين الأطراف. النقطة الثانية هي المسألة الاقتصادية، وأضع في هذه النقطة القدرة على إعادة إصلاح وبناء نظم الصحة والتعليم في هذه المنطقة، وكذلك مكافحة الفساد ولخلق فرص عمل للشباب وبناء المناطق الصناعية المشتركة. هذه الأجندة يجب أن نتبناها معا عن طريق المساعدات الثنائية، وكذلك تحسين نظم التبادل التجاري الإقليمي. كيف لنا أن نساعدكم لإنجاح تنفيذ بنود هذه الأجندة الضرورية لسيادة واستقرار العراق، وأن نعمل معا من أجل ذلك. ولأكمل هذه النقاط أو شيء يصب في هذا الاتجاه، يتعين علينا أن نعزز كذلك الاستثمارات لمصلحة تسهيل تنقل الأفراد. فرنسا والاتحاد الأوروبي يشاركان بذلك وسيستمرون في المساهمة، وفي هذا الموضوع يمكن أن نفعل أكثر في إطار التعاون من أجل التكوين عفوا في الاختصاصات التقنية والصناعية والتعليم العالي وتنقل الشباب بين الدول إلى آخره. البند الثالث هو البنى التحتية، وهذا موضوع متناسق تماما مع الأجندة البيئية، أي بناء بنى تحتية مدنية في مجال المياه والكهرباء أو الطاقة بشكل عام، تسمح بتعزيز الدعم للعراق ولكن أيضا للمنطقة بأكملها. وأود هنا أن أعبر لكم عن دعمنا لمشاريع الربط في مجال الطاقة بين دول المنطقة، ومثلا مشروعكم مع الأردن جيد جدا، وأيضا مشاريع الطاقات المتجددة، ونود أن نعزز ذلك مع إنتاج الهيدروجين الأخضر. هذا المشروع سوف يسمح بالمساهمة في عمليات تحول الطاقة من أجل حماية البيئة، وكذلك لفتح آفاق في المستقبل لتزاوج الهيدروكربون المحروقات التقليدية مع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، وهذا يسمح بإيجاد شبكات لربط الكهربائي بين مختلف الدول في هذه المنطقة. طبعا هذا يعني تعزيز الروابط الكهربائية بين الدول، أخذا في الاعتبار النماذج المختلفة والإنتاج المفرط في استخدام الكهرباء. هناك روابط تم إقامتها بين عدد من الدول، والأردن من هذه الدول صاحب الجلالة، وكذلك الروابط التي تسمح بتخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، وتسمح كذلك ب
استفادة أكبر قدر ممكن من الدول من هذه الموارد في هذا الفضاء الإقليمي. إذا الأمن الاقتصاد بمعناه الواسع والعريض والبنى التحتية خاصة للطاقة تبدو لي محركات أساسية لتحقيق هذا الاستقرار وسيادة العراق، وفي نفس الوقت لتحسين استقرار المنطقة برمتها. وآمل أن يسمح لنا هذا المؤتمر بتبني مشروعات عملية، وأنا أؤمن بذلك. وبكل الأحوال فرنسا سوف تدعمكم، وأنا سوف أناضل من أجل دعم المجتمع الدولي لكم في هذا التوجه. صاحب الجلالة دولة رئيس وزراء، اسمحوا لي أن أكرر لكم كم نحن ملتزمين إلى جانبكم في هذه الأجندة، ويبدو لي أنه لابد من أن نأخذ هذه الأجندة بكافة بنودها، المسائل السياسية، الاقتصادية، البشرية، وفي مجال الطاقة لكي ننجح. سوف نكون إلى جانبكم، كنا إلى جانبكم منذ عام، نحن إلى جانبكم اليوم وغدا، وشكرا على إصغائكم.